كل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها. لاحظهم من خروقات خطيرة التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية. حنا كنا تبنينا واحد الأسلوب ديال الحوار، قدمنا مذكرات وملاحظات لوزارة العدل قصد مناقشتها حتى التدافع بشأنه، ولكن مع كل أسف تم تجاهل كل هذه الملاحظات والتنبيهات التي تقدمنا بها. ثم أيضا هذا موقف ليس موقف المحامية والمحامي المغاربة فقط، ولكن هذا موقف جميع الأكاديميين والمهنيين وجميع الباحثين، أنهم كلهم مجمعون على أن هذه المقتضيات غير دستورية ومخالف القانون. ثم أيضا أن هذه المقتضيات لا يمكنها في جميع الحالات أن تخدم مصلحة البلد ولا مصلحة المواطنات والمواطنين، بل إنها ستفكك منظومة العدالة، بل إنها ستضر بمصلحة المواطنين المرتفقين، لأنها تكرس مبادئ تمييزية، لأنها تضرب المساواة في العمق، ولأنها تسعى إلى تحقيق عدالة رقمية وليس عدالة فيها جودة وعدالة حقيقية تجعل من قضايا المواطنين قضايا تستوفف حقها في الإجراءات وفي المقتضيات القانونية. إننا اليوم نعاني من تفعيل مبدأ التشاركية الدستوري الذي سعينا إلى هذه التشاركية، نحن الذين طرقنا الأبواب، نحن الذين سعينا إلى حوار صادق ومد جسور التواصل. والدليل على هذا الطريقة والسرعة التي سرى بها هذا المشروع في البرلمان وفي لجنة العدل والتشريع، وطبيعة المناقشات، وأنتم من المواطنات والمواطن عاينتم كيف كانت المناقشات. انعقدت الجلسة العامة بعدد مهم من نائبات الأمة ونواب الأمة، ولكن أثناء المصادقة غادرت القاعة، لم يبقى إلا عشرات فقط في هذه قبوة البرلمان. لا نرضى لبلادنا مثل هذا التشريع، لا نرضى لبلادنا طريقة تدبير التشريع. نتساءل اليوم في جمعيتيات المحامين بالمغرب عن مبدأ فصل السلطات، نتساءل من يشرع في بلدنا هذا، نتساءل أيضا هل السياسة العمومية للحكومة مستوعبة جدا للسياسة العامة للبلاد. اليوم في المغرب نقول أن البناء الديمقراطي نهائي، البناء الحقوقي نهائي، وبالتالي لا نريد الرجوع إلى الوراء. المغرب اليوم مغرب الكفاءات، مغرب التقدم، مغرب الحقوق، مغرب دستور 2011. لا نريد المس بهذه المكتسبات التي يعتبر المغرب رائدا فيها على المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي وعلى مختلف الأصعدة. لذلك نتمنى جاهدينا، نخاطب عقلاءنا، نخاطب جميع الجهات من أجل سحب هذه المقتضيات التي تشكل انتكاسة ورد قانونية في بلدنا. شكرا لكم. نحن لن نسكت أبدا، هذا قرار تبقى تشوفوا، هذا قرار نحن إلى الأمام صاعدون، لا يمكننا أن نسكت على هذه المقتضيات. ونحن الآن في اجتماع مفتوح نقدم، نحن مستعدين للنقاش، مستعدين للحوار، نحن غايتنا هي تجويد المقتضيات، ماشي شي حاجة أخرى. نحن المحامين في المغرب منخرطين في جميع الإصلاحات، منخرطين في جميع الأوراش الكبرى، إلا أننا نسعى إلى تأسيس قوانيننا على مقتضيات صحيحة وعلى مبادئ دستورية وعلى المرجعيات الكفرة في البلاد. لأن هذا المشروع لم يخرق الدستور فقط، خرق الدستور وخرق الخطب ورسائل الملكية التي دعت إلى تأسيس مفهوم جديد للعدالة، ألا هو جعل القضاء في خدمة المواطن. هل هذا المشروع يخدم المواطن؟ لذلك فنحن نتصدى لهذا المشروع بكل ما أتينا من قوة، بكل ما أتينا من بطرق القانونية. فنحن اليوم مكتب الجمعية لا زال منعقدا بشكل مفتوح لتدارس جميع، ونسعى ونتمنى أن
تتصدى غرفة المجلس المستشارين يتصدى لهذه الردة والانتكاسة الحقوقية في المغرب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.